بحاجة إلى إعادة نظر بصورة شاملة وكاملة، لأنه اليوم كثرت التقارير وتوالت التقارير، سواء التقارير المتعلقة بالفساد أو التقارير المتعلقة حتى بالمشاريع التي توجه للنازحين أو المحتاجين في مثل هذا الصدد. كان آخر التقارير التي صدرت قبل أسبوع تقريبا عن وجود فساد حتى في عقود العاملين، بمعنى يتم توقيع عقود العاملين في المنظمات الإنسانية برواتب معينة، وبعد انتهاء العقد يكتشفون أن الرواتب الحقيقية أعلى بذلك بكثير في هذا الصدد. وبالتالي بحاجة إلى إعادة نظر سواء هذه بالاحتياجات، بالإحصائيات، بترتيب الأولويات، بغير ذلك لابد أن يكون هنالك عملية تشبيك بين المنظمات الداخلية والمنظمات والمجتمع المدني. يجب أن يحضر دور الحكومة اليمنية بصورة قوية ودقيقة وواضحة في هذا الأمر. يجب أن تعد ملفات بالفساد والنهب الذي خلال الفترة الماضية ذهبت كثير من المساعدات إلى جبهات القتال للأسف الشديد. وبالتالي من أجل تصحيح البوصلة وإعادة يعني كما يقال الحصان إلى الطريق، لابد من إعادة النظر في كل ذلك.